السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تبارك الله عليكم والإخوان، تحياتي لكم جميعا وأشكركم جزيل الشكر على التشجيع ديالكم والدعم ديالكم المتواصل. بارك الله في الجميع، تبارك الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. راني جيت من المغرب الإخوان وراني سارح لفهيم إن شاء الله بحول الله. شحال من واحد مسكين كيتواصل معايا كيقول لي أخويا كيفاش نقدر نمشي كيفاش نقدر نمشي لإسبانيا نفرح. شحال من واحد كيقول لي اخويا كيفاش مشيتي. بالنسبه للاخوان انا راني عايش هنايا دابا مده ديال 15 عام، هذه كنهبط المغرب ونجي عادي، راني مسوي الوضعيه ديالي، وكذلك مثال عندي الوليدات هنايا الحمد لله، وكذلك مثال هذا المشروع الغنم اللي كتشوفوا راه ديالي الحمد لله ولله الحمد، انعم الله علينا ونتمنوا من الله ينعم على جميع المسلمين والمسلمات. وكذلك مثال كيتواصلوا معايا الناس في الصفحه بزاف، الصفحه ديال الفيسبوك كيسولوني الشباب كيفاش نقدروا نمشيو، وكيسولوني الشباب على الكونترات على العقود ديال العمل، كيسولوني على عقود العمل واش كاينين في اسبانيا. بالنسبه للعقود ديال العمل الاخوان هنايا ما كاينينش الا قدر شي واحد يتساعد معاك، ولا يكون الاب ديالك هنايا ولا الام ديالك هنايا وخدامه وخدام، يقدر يشوف لك عقد ديال العمل ديال مده ديال سنه، وهذيك الساعه يقدر يدفع لك ويقدر يجيبك. بالنسبه للعقود ديال الغنم كاينين، ولكن انا ما نقدرش نعطي العقود لان انا راني يلاه بادي جديد دابا، يلاه راني بادي، خاصة تكون عندك على الاقل بعدا واحد سنة ولا سنتين، المهم على الاقل تكون عندك سنة وتكون عندك الفلوس بزاف في الكونت في البنكة باش تقدر تجيب شي واحد من البلاد وتخدمو عندك، لان باش تقدر تجيب واحد من البلاد خاصة تكون عندك الفلوس متوفرة باش تخلصو عام بعدا، لانك دير ليه العقد ديال عام ومحتم عليك القانون تخدموا هذاك العام كامل، وراكم عارفين الاجره ديال الراعي الغنم هنايا كتبدا من 900 الاورو 950 1100 1200 حتى 1300 اورو ماكسيمو حتى 1500 على حسب البروفيسيون اللي كتكون عند الانسان اللي كيدخل يخدم في الغنم. بالنسبه للغنم اللي عندي انا الغنم ديال اللحم مختص صاير باللحوم، وكاين الغنم ديال الحليب هي اللي فيها التعب بزاف، اما هذه كلها غنم ديال اللحم. تبارك الله ما شاء الله، اللهم بارك، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انا كذلك ومثال توحشت السرحه توحشت نسرح البهيم، راكم عارفين السرحه ديال البهيم كتعلم الصبر وكتعطي للانسان واحد الراحه النفسيه اللي كتكون واحد الراحه جميله بزاف ما يعرفها غير الانسان اللي عايش معها، لان كاين الانسان اللي كتلقاه مسكين ما عندوش ما فحالوش وعنده بهيمات وكيوكلهم همايا وكيبقى هو جيعان، ولكن هي الغنم راها شريفه سبحان الله العظيم، الغنم راها شريفه والرزق ديالها كيجي من عند الله، غير الانسان يتهلا فيها ويكون كيبغيها لوجه الله راه كتعطي الخير والبركه. هذا هو الموضوع الاخوان ديال الدراري الشباب اللي كيتواصلوا معايا بزاف على حسب العقود ديال العمل. كاينين العقود ديال العمل في طاليان، ما نقدرش نقول لكم شكون اللي عنده ولا اللي ما عندوش، اللي عنده شي عائله ديالو تما في طاليان يحاول يتواصل معاهم، ولا اللي عنده شي خوه ولا اللي عنده شي خثو ولا عمثو ولا عمو، حنا عارفين العائلات الا القليل اللي غاديين يوقفوا معاك، ولكن الانسان ما يفقدش الامل يسول على الله يكون الرزق ديالو ثم، المهم الانسان يسول وصافي. العقود ديال العمل في طاليان راه كيكونوا كل فتره كيتفتح القانون، وطاليان كتفتح بزاف العقود ديال العمل باش تجي من برا، ماشي بحال الصبليون. الصبليون عندها عقود عندها جوج عقود هما اللي كاينين دابا ديال راعي الغنم وديال كما نقولوا حنايا مهندس هندسه ديال الهندسه، هما اللي كاينين يقدر يجيب بهم الانسان من برا، من المغرب من الجزائر من كاع الدول والله اعلم. هادو هما العقود اللي راهم كاينين حاليا، وصعيب باش غادي تلقى شي واحد اللي غادي يعطيك شي عقد، لان كاينين المطلبات بزاف المتطلبات بزاف باش تبغي دير شي عقد لشي واحد يجي من برا، لان ملي كتمشي تبغي تدفع ليهم كتبغي تجيب شي واحد من برا يخدم معاك ولا يخدم عندك ولا تخدم انت وياه، كيقولوا لك اودي شحال خاصك من واحد، ها حنا عندنا يا في البطاله 5000 ولا 6000 ولا 7000 واحد ديال البطاله شحال خاصك ديال الناس نجيبوهم لك، كتلقى واحد الاشكال. ولكن الا كنتي هذاك الانسان محتاجه ومهتم ليه 100% كتعمر شي وثائق تما وكتسني عليهم وكتدفع الطلب ديالك وكتسنى الجواب ديال الدوله، تقدر تجاوبك باه تقدر تجاوبك بلا، جاوباتك باه كتجمع ليه الوريقات كتصيفطهم للمغرب كيدفع عاوتاني في البلاد، وهذيك الساعه كيتسنى عاوتاني الجواب ديالو، اما يجاوبوه باه اما يجاوبوه بلا.
ماشي الانسان ملي كيجاوبوه باه بهنايا صافي راه غادي يدفع وغيجاوبوه غيجاوبوه باه في المغرب، يمكن يجاوبوه بالله والله اعلم، انما الله هو اللي كيعلم بهذا الشيء. غادي نديها باش نسد عليها، الله يجعل البركه. الليل بدا كيظلام. سكا 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 سكا. الله اكبر، اللهم صل على سيدنا محمد. راه تفرقات هو النص هنايا والنص هو كاين هنايا. سكا 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 كيتو الرويو تبارك الله. ها هو شتو راه سارع عير بوحدو، بصح راه كنخرجو عير انايا، انا هو اللي كنعرف ليه، ما كيتسنى حتى واحد. هذا هو الموضوع الاخوان. نتمنى من الله الدعاء معنا، ما تنسوناش من الدعاء، جزاكم الله خيرا عنا وبارك الله فيكم. والحمد لله هبطنا شلنا البلاد، ريحنا مع الوالدة شوية يا الله يخليها لينا. وكان عندي واحد شوية ديال التعطال، حنت كنت هبط في شهر 6، خليت عالي تمايا والام ديالو ورجعت ليهم. كان عندي الباسبور ديال الوليد وافي، هذاك الشيء علاش تعطل شويه، اما انا كنت باغي نجي بكري لان هبط عير نهز الوليدات ونجي. والحمد لله هذه سنه الحياه. بالنسبه للوثائق ديال الوثائق في البلاد باقي متعطلين شويه، يا ماشي بحال هنايا، هنا كتدفع الباسبور في النهار كيعطيو لك في النهار، ولكن الحمد لله هذه هي اوروبا، ماشي كاين القانون مختلف، ماشي بحال البلاد، ان القانون ديال هنايا كتشد الرانديفو كتمشي كتدفع الوريقات ديالك كتهزهم في البلاصه، بالاخص الباسبور. حنايا شويه يا باقي داكشي متعطل، ولكن الحمد لله نتمنوا من الله يصلحوا هذه الامور هذه بالنسبه للوثائق، باش الناس ما يبقاوش مشوزرين، لان الناس عندهم الخدمه وانا عندي الخدمه كذلك. ومثال كنقول لهم الاخوان الله يرحم لكم الوالدين، راه عندي الخدمه، حاولوا بنادم تعطيونا الباسبور في اقرب وقت، ولكن كيقول لكم يا 10 ايام كيتعطل 10 ايام. ايوا معليش، هذه هي سنه الحياه وهذه هي الدنيا وكل البلاد وزيها. احنا ولفنا واحد القانون هنايا، كل شيء كيدوز دغيا دغيا، ما كاينش تعطال، كتشد الرانديفو ديالك كتمشي تدفع، صلاه على النبي، الوريقات اللي كيقول لك جيبهم كتجيبهم، والله يعاون الله يعاون. احنا باقي شويه متاخرين بزاف في المسائل ديال الوثائق بزاف كاع، نتمنوا من الله هذا الشيء يتصلح. ولا اله الا الله محمد رسول الله، كل شيء كيفوت مع الصبر، وما كيطالعوش على الانسان شنو اللي عنده، لان الظروف ما كتسمحش للانسان يبقى تمايا بزاف ديال الوقت، هذا هو اللي كاين، لان الناس عندهم الخدمه وتصور الانسان اللي خدام مع شي شركه الا تعطل فوق من 3 ايام يقدروا يخرجوه. احنا الحمد لله الانسان خدام في رزقه، ولكن كتبغي تجي لان كتكون المسؤوليه صعيبه. تحياتي لكم اخوتي وشكرا لكم بزاف، ما تنسوناش من الدعاء وجزاكم الله خيرا عنا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.